السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة ماما والسكولة. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن حاجة اسمها ميكا 10 تو سبتراكت. ده طبعا في جريد 2 الترم الأولاني. ميكا 10 تو سبتراكت دي أول حاجة لازم الطفل يبقى عارفها قبل ما يبدأ المسائل أو يبدأ الحل. لازم يبقى عارف إن إزاي أوصل النمبر اللي قدامي ل 10. مثلا 11-1، لازم دي حاجات يبقى الطفل اساسيات الطفل عارفها. 11-1 = 10، 12-2 = 10، 13-3 = 10، 14-4 = 10، 15-5 = 10, 16-6 = 10, 17-7 = 10, 18-8 = 10, 19-9 = 10. دي مهم جدا، يعني حاجة أساسية كده الطفل لازم بعرفها قبل ما نبدأ الشرح فيه أو يبدأ الشغل فيه، الشغل اللي احنا هنعمله دلوقتي. لما أنا أجيب لك مسألة وأقول لك استخدم use the mental way أو make a 10 to subtract، في هنا هنعمل مثلا 17-5. انا بمخي كده هقول انا عندي ال 17 دي عشان اخليها 10. لا دي مش هتنفع كده، عفوا 17 ماينس مثلا او خليها 13 ماينس 7. دلوقتي انا هقول ال 13 دي عشان اخليها 10 محتاج 3، فانا هاخد انا هكتبها لكم في ورقه تانية علشان يبقى شكلها الطف. يعني 13-7 = ايه؟ انا هقول دلوقتي ال 13 دي عايز اوصلها ان هي تبقى 10، فانا هعمل ايه؟ هستخدم من هنا، هقسم النمبر ده على 2 ديجيتس، من ضمنهم لازم يبقى فيه نمبر 3 عشان انا عايزه فرقه ديت اخليها 10. انا عايزه اخلي دي 10، فانا عايز اشيل منها 3. هنا 3، طيب 3 ديت لما اشيل من 7 3 هيتفضل فيها كام؟ هيتفضل فيها 4. المفروض الاطفال اصلا يعني من كي جي هما بياخدوا مكونات كل عدد 7. ليه كذا طريقه ان هو يبقى 7، 3 و 4، 2 و 5، 1 و 6، 0 و 7. ليه كذا طريقة عشان يبقى كام؟ عشان يبقى 7، فمن ضمنهم 3 وال 4. طيب انا دلوقتي هاخد الكورة دي زي ما احنا متعودين على موضوع الكورة، بس انا خلي بالي ان العلامة هنا ماينس، ف 13-3 = ايه؟ هفرقع دي هتطير مع دي هتبقى 10، هيتفضل 10 ماينس. هنا الكورة ديت لسه ما فرقعتش، فانا هفرقعها، فهعمل ايه؟ هاخدها هنا 4 وام فرقعها عشان ابقى كده خدت كل الارقام اللي موجوده في المساله عندي. طيب 14-4 بقت سهله، قصدي 10-4 بقت كام؟ equals 6. طيب عندي لو قلت مثلا 15-8 = ايه؟ هقول الطريقه المنتال بتقول ان انا لازم اتخلص من الفايف ديت عشان اوصل ل 10. طيب فانا هعمل ايه؟ ال 8 هقسمها على 2 ديجيتس، من ضمنهم لازم يبقى النمبر ده، اليونتس ده هيبقى 5. طيب 5 وهنا ال 8 لما اخد منها 5 هيتفضل فيها 3، فانا هعمل ايه؟ هاخد دول في كوره كده لوحديهم وابدا افرقعهم، ان انا اعمل لهم سبتراكشن لان العلامه هنا سبتراكشن. طيب لما هفرقعهم ازاي؟ اهو 15-5 = 10، اخدت التنة اهي، يبقى انا خلاص خلصت من دول. طيب هنا اتفضل ايه في الايه؟ اتفضل 3، عايزه افرقع دي كمان، يبقى احط هنا علامه سبتراكشن الماينس، ماينس 3 = 7. طيب واحده تانية، لو قلت 14-9 = ايه؟ طيب انا هقول
الفورتين دي انا عشان افرقعها وارجع اخليها 10، يعني عشان اتخلص من الفور دي واخلي ديت زيرو، محتاج ان انا انقص منهم فور. فانا هقسم الناين على التو ديجيتس دول اللي هما فور اللي هنا عشان اخلص منها، وكمان الناين لما اشيل منها فور هيتفضل كام؟ ها برافو عليك، هيتفضل فايف. طيب فانا هاخد دول هعملهم في كورة، بس هعمل العلامة بتاعتهم subtraction اللي هي الماينس، وبعد كده هعمل ايه؟ الماينس هنا هتبقى 10 وهفرقعها كده، هعمل عليها اكس عشان انا كده خلاص خلصت منها. طيب هيتفضل هنا كام؟ هيتفضل الكورة دي اللي فيها 5، يبقى هعمل هنا minus 5 equals 10. طيب مسألة كمان، لو قلت مثلا 16 minus minus 9 equals ايه؟ انا هقول دلوقتي انا عايزة اتخلص من units دي، فهعمل ايه؟ هقسم ال 9 ل 6 و النمبر التاني هيبقى كام يا ترى؟ ها لما هاخد من الناين ديت 6 هيتفضل هنا كام؟ هيتفضل 3. طيب دلوقتي هعمل دول في كورة كده، بس طبعا العلامة اللي بينهم سبتراكشن، وهنعمل اديشن، يعني ما ينفعش اقول 16 بلس 6، لا هي ماينس عشان العلامة دي اصلا ماينس. طيب يبقى كده هيتفضل كام؟ هيتفضل 10. هنا يبقى انا خلصت من دي اول بالونة او اول كورة. طيب هيتفضل الكورة دي، يبقى هعمل minus 3 equals، وهعمل هنا الاكس عشان ابقى كده خلاص انا خلصت كل الارقام، يبقى 10 minus 3 equals 7. طبعا كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونوش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفونا لاول مرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.